ورجعنا لكم مرة تانية في هو وهن. دايما بنقول ان السينما هو انعكاس الواقع اللي بنعيش ونتعايش عليه، وده لان السينما بشكل عام بيعتبر هو السلاح القوي اللي نقدر نوصل بيه معالجة اي فكرة او قضية لكل الناس بطريقة بسيطة ومبسطة. والحقيقة شفنا ده في واحد من الافلام المتصدرة بشكل كبير الفترة الحالية، وهو فيلم كارت شحن، اللي بيوضح لنا قد ايه بقينا في عالم تكنولوجي محاوط لنا من كل اتجاه. وده يمكن اللي حابب يوضحه ضيوفي اللي منورنا النهارده في استوديو هو وهن، المؤلف والمنتج محمود صابر. برحب بحضرتك وياسمين دياب اللي هنعرف منهم اكتر عن كواليس الفيلم. اهلا اهلا، ازيك؟ منوريني في استوديو هو وهن. نورك يا استاذه مي، اهلا بيك. في البدايه حابه اسال حضرتك عن الفيلم اكتر، الفكره جات لك ازاي واشمعنى كارت شحن؟ هو كارت شحن حلم قديم قوي. يعني الفكره موجوده هتتخضوا يمكن من 2003. ياه. متسجلة يعني من قبل التطور الفظيع. من أول ما بدأنا نمسك الكروت في إيدينا وعايز كارت بعشرة، طب أنت شحنت، طب اديني رنة في الحاجات دي. دي كانت كنت أنا مركز معاها جدا. فهي الفكرة متسجلة في حقوق المؤلف، إثبات تاريخ المؤلف من 2003. كانت الموضوع الموبايلات يعني آخر التسعينات تقريبا كان اللي بيمسكوا ده موضوع كبير جدا، VVVIP يعني. وبعد كده بدأت الدنيا يبقى في المتناول في التوقيت. التكنولوجيا ما كانتش متوحشة بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي كمان. بس بدأنا نتغير في الفترة دي، بدأنا نتغير، بدأت مفرداتنا تتغير حقيقي، كلماتنا تتغير، اهتمامنا بالجهاز اللي في ايدينا ده اللي هو تخيل ده بقى الحياة للأسف يعني. ما هو ده هو ده. زائد ان في خبر كده كنت قريته ان هيبداوا في لندن يطبقوا موضوع كارت الكهرباء في التوقيت ده، ان الكهرباء ما تكونش بعداد مستمر وكل شهر يشوف القرايه. هو اوريدي متطبق في مناطق معينه. ما انا اقول لك، ما هو في لندن كان اول مره اقرا الموضوع ده. فبدات اعمل كارت شحن وبدات اتخيل ايه اللي ممكن هيحصل لنا من خلال الجهاز بقى اللي بدا يبقى في ايد يعني بعض الناس، وشويه شويه بدأ ينتشر، ومع ده ومع دي وبدأ يبقى خلاص محور الحياة. فالفكرة كانت موجودة. وبالمناسبة يعني أديلكم حاجة حصرية، أن أنا عملتها فيلم قصير. والفيلم ده كان يمكن في 2008، وكان يمكن الأستاذ بيومي برضو يمثل فيه دور الأستاذ صبري عبد المنعم في الفيلم الكبير. يمكن كان أول مرة بيومي يمثل حاجة سينما. والبطل بتاع الفيلم القصير هو واخد دور الضابط في الفيلم دلوقتي اللي هو الطويل. احنا مكملين الكروب بتاعنا مش بنغيره. طبعا. وده احلى حاجه، احلى حاجه. طب نظرتك للفيلم ازاي اختلفت من فيلم القصير لدلوقتي؟ طبعا اختلاف كلي شاسع اكيد. احنا كل يوم، ما هو ده الفيلم بقى. كل يوم عندنا حاجه جديده، ابلكيشن جديد حقيقي، تطبيق جديد، عندنا موبايل اصدار جديد. تخيلي انت يعني فعلا بقى عندنا هوس غير عادي للاسف، وبقينا احنا التابعين للجهاز ده حقيقي، مش هو في خدمتنا، احنا هو المتحكم فينا، احنا اللي في خدمته. لا انا عايز اخدها مش تحكم بقى. احنا بقينا في خدمته حقيقي، بقينا يعني. وانا حاولت يعني، حاولت اكتر من مره اقوم من النوم ما امسكش الموبايل. صراع بشع. قدرت؟ صراع لا طبعا لا. صح. لا خلاص حسيت خلاص هو اللي. طب الشغل يمكن، طب في رساله جت، طب فلان، طب الموقف الفلاني اللي حصل امبارح التعليق عليه، طب الفيديو اللي كان نازل، طب الفكره اللي انا قدمتها. هو للاسف الحياه بتقف من غيره. احنا اللي خلينا الحياه تقف من غيره حقيقي. الحياه بصراحه بمنتهى الامانه، معلش يعني يمكن في بعض المشاهدين ويمكن انتوا كمان يعني ما عصرتوش قوي ما قبل التليفونات والحاجات دي. يعني انا مره ولا حاجه بسيطه وجميله قوي قوي، التليفونه بسيط كده. ده كان الاختراع بتاعنا كويس، البلاسلكي. انا كان مره قعدت 3 ساعات مستني واحد في الشارع، هو في الشارع اللي ورايا عشان مش عارف، ما فيش تليفونات. ثلاث وروحنا البيت عرفنا بقى مفيش وسيله اتصال اصلا. احسن. وشفنا حاجات وقابلنا ناس وعملنا حاجات وفي وقت عندنا وفي تفاصيل عندنا. طبعا لا نغفل اهميه التكنولوجيا، ولا نغفل ان هي اثرت كتير في حياتنا في تفاصيل بشكل ايجابي، ولكن للاسف بس هي للاسف توحشت وتوغلت في حياتنا بزياده، واحنا اللي مدينا الفرصه. صح حقيقي، لينا ولاولادنا والمجتمع كله. هو كارت الشحن، عشان ارجع لسؤال حضرتك، هو الكونفليكت اللي فيه او الصراع ما بين العالم الافتراضي اللي احنا عايشينه وكل يوم في جديد، والتكنولوجيا والابلكيشنز، ما بين حياتنا الطبيعيه العالم الطبيعي بتاعنا. ومن يتغلب؟ ومن يتغلب فعلا. طبعا العالم الافتراضي بيقتل العالم الطبيعي. هو من خلال شريف اللي بيأدي الدور الاستاذ محمد ثروت، طبعا بنحييه، والاستاذ بيومي فؤاد وكل فريق العمل هنقولهم كلهم احلى تحيه لفريق العمل. هنقولهم كلهم ان شاء الله.
هو شخص طبيعي وعايز يعيش حياته بطبيعية ومش عايز يعمل حاجة غلط ولا يرتشف شغله ولا يشوف فيلم عن طريق وصلة أو ماتش عن طريق وصلة، عايز يشترك. يعني بعيدا عن غوغاء التكنولوجي بشكل عام، هو عايز يعيش حياته بشكل طبيعي بسيط أو بأمانة وبشرف. كويس، مع ان كل يوم في ابلكيشنز، وكل الابلكيشنز دي فلوس ومتطلبات واعباء حياه وتفاصيل. بالمناسبه هو مش فقير ولا بتاع، هو طبقه متوسطه، ودي اللي بتعنيني جدا في الفتره الاخيره اللي انا منها، الطبقه المتوسطه دي. اللي احنا اعتقد الطبقه المتوسطه اكتر ناس بيعرفوا يعملوا بالانس في الموضوع ده بالذات، هم بيصارعوا دلوقتي حقيقي. كنا بنعرف نعمل بالانس، بس اعتقد بالانس كمان بين التكنولوجي الزياده وان انا لا عايز اكون في مكاني او بسيط او حياه بسيطه قدر امكاني. بس هو بقى هنا في الفيلم بنفترض، ما هو كلمه لو ايه اللي هيتم. احنا عايشين 1 2 3 4. طب لو 5 و6 جم، لو لغايه 50 جم، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيتم؟ ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ ايه اللي ممكن يتم؟ ايه اللي يحصل لواحد زي ده عايش حياته وبيحاول ان هو يكون سعيد فيها؟ بيحاول بس التكنولوجي بتضغط على ده حقيقي. من خلال شخصيات متعدده بيطلع فيها الاستاذ بيومي فؤاد، اي ابلكيشن جديد بيطلع له في حياته يعني بيدمر عليه حياته. طبعا بينغص عليه حياته، طبعا بيحصره بكل اتجاه من خلال اطار كوميدي لطيف جدا. يعني ان شاء الله كل المشاهدين يسعدوا بيه. طيب خليني انتقل لك يا ياسمين، كلميني اكتر. انت طبعا ممثله مهتميه اعتقد بجانب السوشيال ميديا، فازاي السوشيال ميديا مأثره على حياتنا؟ لا، هي السوشيال ميديا يمكن احنا من الجيل اللي عايشين الصراع اللي كنت بتقول عليه. احنا عاصرنا الوقت اللي ما كانش فيه تكنولوجي خالص ولا فيه سوشيال ميديا، وعاصرنا الوقت اللي فيه سوشيال ميديا دخلت في كل حياتنا. فاحنا تقريبا احنا اللي عايشين الصراع. لا يعني مش كبيره قوي، بس يعني شفنا حبه من ده وشفنا حبه من ده. فانا حاسه ان احنا اللي عايشين الصراع. انا برضو عاصرت الجزء اللي من غير سوشيال ميديا. والله ايوه طبعا. قد ايه كان بسيط وسهل. هو احنا لغايه تقريبا نهاية التسعينات، وكل حاجة ليها متعتها الخاصة. نهاية التسعينات كنا الحياة بسيطة جدا.